مساء الخير. لا، بالنسبة لي حدث مع الوقت، يعني بالمستقبل بنشوف هالشيء حسب التغييرات الجيوسياسية هالأشياء بتتغير. كم في مؤتمرات أكدوا بحقوق الأرمن أو غير شعوب في مناطق معينة، وهالمؤتمرات لم تنفذ أي قرار أخذت بالنسبة للشعوب. أنتم بتقولوا اليوم انتهى كل شيء، أنا بقول اليوم لم ينتهي كل شيء، إنه يوم لإعادة النظر في المرحلة التي عشناها منذ 3 عقود، لنبدأ مرحلة بمرحلة جديدة لمتابعة النضال للوصول إلى الحقوق التي اغتصبت من الأرمن بأرساخ وغير أرساخ، أرمينيا الغربية. في هذا السياق أريد أن أقول بأن على الأمم والدول والشعوب أن تعلم أن مصالح الدول أهم من قدسيات حقوق الإنسان وحياة مواطني الدول الأخرى، خاصة لدى أولئك الذين يمتلكون قدرا معينا من القوة إقليميا أو دوليا. والقيم الإنسانية والأخلاقية غائبة في قواميس هذه الدول إلا في تصاريح فارغة. أما الصراع بالنسبة لصراع قرباغ لم ينتهي بعد، بل سيطفو على السطح. نعم، سيطفو على السطح مرارا وتكرارا تبعا للمتغيرات الجيوسياسية حتى تحقيق العدالة الإنسانية المنتظرة. ويجب على الأرمن المخدوعين والمضللين، كذلك الشعوب الأخرى كالأكراد والفلسطينيين والسريان والكلدان، أن يتعلموا من الأحداث دروس ليتعاملوا مع مثل هذه القضايا بطريقة جيدة، وسيكون من الأفضل التنسيق فيما بين بعضهم لتحقيق أهداف هذه الشعوب. نعم سيادة العميد، اليوم هناك حركة نزوح كبيرة طبعا من أرتسخ إلى أرمينيا، يعني هناك تقريبا أكثر من نصف سكان أرتسخ نزحوا إلى أرمينيا. طيب، هل تعتقد أن اليوم يكون هناك دور دولي لدعم أرمينيا في حماية الأرمن؟ نعم، دعم دولي طبعا، لأن في مصالح دول معينة أصبحت في هذه القضية لها دور أساسي. القضية كانت ما بين روسيا وتركيا وأذربيجان، لما صمدت السلطة الأرمنية الحالية تغيرت الأمور، ودخلت دول مثل أمريكا وفرنسا وأكيد إيران، لأن إيران تاريخيا أكثر دولة موجودة بالمنطقة، تدخلت لفرض واقع معين، وهذا الواقع أنه ممنوع التعدي على الأراضي الأرمنية، دولة أرمينيا. وأنا بالنسبة لي يجب على الأرمن أرمينيا وغير أرمينيا وعلى الدول أن يفرض على أذربيجان عقوبات دولية اقتصادية غير اقتصادية، وعلى أذربيجان أن يجلسوا مع الأرمن ليتحاوروا عن القضايا التي كانت خلال 3 عقود غائبة، مثل الأرمن اللي كان بباكو بسومجايت وبغير مدن أزرية، وتم تعرضوا لمذابح، تعرضوا لمجازر، وطردوا من سيادة بيوتهم العميد، أنا فقط سألت السؤال لأن هناك من يرى أن الغرب ربما يرى، طبعا أرمينيا هي حليفة روسيا، وربما يرى أو يقول أن على روسيا هنا أن تساعد أرمينيا، يعني هل وارد هذا الشيء؟ أعتقد بأن العلاقة الأرمنية الروسية
سيئة جدا بعدين. لهذا السبب أنا أعتقد بأن الدول الغربية أغلقت روسيا، سمحت للدول الغربية أن يتدخلوا بهذا الشأن لاستيعاب أو لإضعاف دور الروسي بالمنطقة. أغلاط روسيا أدت إلى هذا الوضع، تدخل الخارجي بشؤون المنطقة. نعم، أشكرك جزيل الشكر من بيروت ناريكا إبراهيميان، عميد ركن متقاعد، شكرا جزيلا.